الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كلنا أو معظمنا تابع الغواصة التي غرقت قبل أيام. الحقيقة أيها الأحبة، سوف نتأمل اليوم سر غرق هذه الغواصة المحصنة تحصينا جيدا، والتي تتمتع بمستويات أمان عالية جدا جدا. والعلماء طبعا الذين صمموا هذه الغواصة أخذوا أصعب الظروف التي يمكن أن تواجههم في مثل هذه الرحلة، حتى إنهم أحكموا إغلاق الغواصة من الخارج بحيث أنها لا تنفتح، يعني حتى مهما تعرضت لأي ظرف ممكن في أعماق البحار، بحيث أنها لا تنفتح ولا تتأثر بالضغط الهائل في أعماق البحر. قبل أن نتأمل السر أيها الأحبة حول غرق وانفجار وتمزق هذه الغواصة، أود أن أقول لكم إننا حتى الآن كبشر لا نعلم إلا القليل والقليل والقليل عن أسرار البحار. أسرار البحار لا زالت غامضة جدا أيها الأحبة، ليس كما يصور بعض الباحثين يقول لك لقد علمنا كل شيء. لا، معرفة الإنسان في أعماق البحار أقل من 1%، لا يعرف شيئا، لأن هذه الأعماق فيها ضغوط هائلة للماء. يعني مثلا على عمق 4000 متر حيث غرقت هذه الغواصة، يكون ضغط الماء 400 ضعف الضغط الذي نتعرض له هنا على سطح البحر، أكثر من 400 ضعف. تصوروا، لا يستطيع أحد من البشر أن يتحمل هذه الضغوط، مع العلم أن هناك أسماك تعيش، هناك كائنات تسبح الله، هناك كائنات حيوية لها إضاءة حيوية، وهناك عالم قائم بذاته في أعماق المحيطات. السؤال أيها الأحبة، ماذا يحدث في أعماق المحيط؟ أول شيء أحبتي في الله، يجب أن نعلم أن البحر يغوص عميقا فوق طبقة ملتهبة من النار. يعني هذا البحر الذي نراه بلون جميل ودرجة حرارة معتدلة ونظنه باردا، لا، في أعماقه حمم منصهرة تتدفق. لذلك الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الظاهرة فقال: والبحر المسجور، أي الملتهب، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. على عمق 4000 متر أيها الأحبة و5000، هناك ما تم اكتشافه حديثا وهي الأمواج العميقة، وربما تكون هذه هي السبب في غرق هذه الغواصة وغيرها طبعا. ما هي الأمواج العميقة؟ انظر أخي الحبيب، موج البحر هنا يرتفع مثلا 0.5 متر، متر، مترين، 3 أمتار، لا مشكلة، قل 5 أمتار، 10 أمتار في حالات الموج الشديد. ولكن هل تعلم أن الأمواج العميقة ترتفع ل500 متر؟ يعني تخيل معي حتى تتخيل الظروف الموجودة على عمق 4000 متر. تخيل هذه الموجة ارتفاعها 500 متر، يعني أعلى من ناطحة سحاب، كيف سيكون تأثيرها؟ ستدمر، يكون تأثيرها مدمر جدا. هذا يذكرنا بقصة سيدنا نوح عندما قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، شبه ارتفاع الأمواج بالجبل، مئات الأمتار ترتفع. فهذه الأمواج التي تشبه الجبال موجودة أين أحبتي في الله؟ على عمق 4000 متر حيث كانت هذه الغواصة.
لذلك هذه الأمواج إذا لم يتم حسابها وحساب تأثيرها، وطبعا هذه لم تدرس بعد وليس لدى العلماء مخطط واضح أين توجد هذه الأمواج لأنها غير مرئية، يعني أنت هنا ترى الموج على السطح تستطيع أن تدرسه، أما في أعماق المحيط لا تستطيع أن ترى الموج ولا تستطيع أن تدرسه ولكنك تتفاجأ به. فتخيل معي موجة ارتفاعها 500 متر ستجرف 1000 غواصة وليس غواصة واحدة وتأخذها بعيدا. بالإضافة أحبتي في الله أن هذه الأمواج تشكل ضغطا إضافيا فوق ضغط الماء، يعني ضغط الماء الذي حسبه العلماء وهو 400 ضغط جو مثلا، هناك ضغط إضافي تمارسه الأمواج العميقة. هذه الأمواج إذن لم يغفل ذكرها القرآن، قال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مذكور في هذا القرآن. الله عز وجل ذكر لنا الموج السطحي، هذا الموج الذي نراه على السطح، هذا هو، هذه الأمواج السطحية على عمق أكثر من 1000 متر إلى 5000 متر تظهر الأمواج العميقة. إذن لدينا موج عميق من فوقه موج سطحي، موج عميق من فوقه موج سطحي، هذا هو الموج السطحي. القرآن ماذا قال؟ كيف عبر عن هذه الحقيقة قبل اكتشافها بأكثر من 1400 سنة؟ هذه الحقيقة اكتشفت في القرن 21 فقط. الله عز وجل أراد أن يشبه لنا أعمال الملحد، وهذا نداء للملحدين وخطاب لهم. هذا الملحد الذي يظن أنه على حق شبه القرآن عمله بالظلام الموجود في أعماق المحيط أو كظلمات في بحر لجي عميق، لجي عميق. انظر معي، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. سأعيد الصورة أخي الحبيب، تخيل معي. أو كظلمات، هو يتحدث عن أعمال الكفار، أعمال الملحدين، الحرب على الإسلام التي يقومون بها، هذا هو مثلها. أو كظلمات في بحر لجي أي عميق، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن القرآن نبه لهذه الأمواج التي لم يأخذها العلماء بعين الاعتبار، وهي سبب في الكثير من الكوارث. لذلك مثل هذه الغواصة أيها الأحباء، أراد الله أن يعطينا مثلا نحن كمؤمنين، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لا تظن نفسك أيها الإنسان مهما بلغت من الإلحاد والكفر والطغيان وتظن أنك امتلكت أسباب العلم والقوة، لا تظن نفسك أنك أقوى من الله سبحانه وتعالى. كل الاحتياطات التي أخذت ودرست لم تنفع شيئا، وهذه رسالة لنا أيها الأحبة، أنك أيها الإنسان مهما حسبت لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. هؤلاء الأشخاص الذين قضوا في هذه الحادثة أجلهم مقدر، مهما فعلوا لن ينجوا من الأجل، مهما فعل أحدهم لن يستطيع أن يؤخر موته ثانية واحدة.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك أيها الملحد، أنت ضعيف، اعترف بضعفك أمام الخالق عز وجل. إذا أردت الحياة السعيدة كن مع الله، اعلم أن الموت قريب منك أخي الحبيب، في أي لحظة يأتيك، في أي لحظة، في أي ثانية يأتي الموت بشكل مفاجئ، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، فجأة يأتي العذاب والعياذ بالله. فلذلك المطلوب أن نعود إلى الله عز وجل، أن نأخذ عبرة مما يجري حولنا، أن نتمسك بتعاليم الإسلام، لأن فيها السعادة. الإنسان عندما يدرك أنه يمكن أن يموت في أي لحظة ويمكن أن يلقى الله عز وجل، وأنه سيقف أمام خالقه سبحانه وتعالى، إذن لابد أن يعود إلى الله ويعمل من أجل الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.